السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب تكونوا بتستفيدوا اكبر استفادة ويكونوا بتذاكروا كمان، يعني مش بنسمع الفيديو بس ونقوم ايه داخلين نايمين بعدها او حاجة. لا، انا عايز الناس كلها تستفيد ويبقى في اكبر قدر من الاستفادة، ونلاقي الناس كلها تنتحر ان شاء الله تنجح ونشوف كلكم سي سي اي يا رب. بس اهم حاجة دولي معاكم. تمام، هنتكلم النهاردة إن شاء الله في شابتر 4، الجزء التاني من شابتر 4. كنا خلصنا الجزء الأولاني منه، اتكلمنا في جزء النظري بتاع الفيلانز وهي الترانكس، خدنا بس معلومة خفيفة عن الترانك. هنكملها النهاردة الجزء النظري بتاعها، ونعرف إزاي هاو تو كونفيجر الكلام ده، وإيه هي المودز والحاجات دي كلها اللي هنفضل نشغلها في الترانك، وليه أصلا أنا بعمل ترانك، خدناها المرة اللي فاتت. وعندي البروتوكولين ترانك اللي هو الـ IEEE 802.1Q والاي اس اللي هو الانتر سويتش لينك، وعرفنا خصائص ده وخصائص ده وايهما افضل، مين ستيل سبورتد ومين اللي معاش سبورتد في الاي او اس. عرفنا الاجزاء دي كلها، هنشوف النهارده بقى ازاي نكونفيجر الكلام ده وازاي السويتش بيشتغل مع الكلام. تمام، تعال نشوف الاجزاء اللي مش شبه النهارده. اول حاجه نتكلم فيها الدايناميك ترانكينج بروتوكول، وهو اسمه دي تي بي، دايناميك ترانكينج بروتوكول. يعني ايه دايناميك ترانكينج بروتوكول؟ مش انا اتفقت معاك ان السويتش لازم يشتغل ترانك مع السويتش؟ تمام، يبقى البورت دوت يبقى ترانك فيما بينهم، يعملوا ايه؟ البورت دوت يكاري اول فيلان ترافيك، صح؟ مش تابع لفيلان واحده. فبالتالي اتفقنا لازم نشتغل بالاي تريبل اي 802.1Q اور اي اس ال بروتوكول. فبالتالي هنعمل ايه؟ يا اخش مانوال اعملها اي اس ال، يا اما اخش اقول لهم اي تريبل اي 802.1Q، بس لازم الاثنين يشتغلوا بنفس الترانك والبروتوكول. ده كده كان قصه المانوال. تمام، طب ايه هو الدي تي بي بقى؟ قال لك ان انت تسيب السويتش ده والسويتش ده يحددوا البروتوكول ايه اوتوماتيك. تمام، هنشوفها مع بعض. وبعد كده تاني جزئيه اللي هي الفيلان ترانك كونفيجريشن، ازاي اشغل الكونفيجريشن بتاعت ترانك هنا، وايه هي الكونفيجريشن، واحدد الانكابسوليشن واحدد المود، وشوف مين هيعمل نيجوشيشن. هنشوف الكلام ده كله مع بعض، وهيتفاوضوا على كل حاجه بحيث ان هم في الاخر يوصلوا لحل نهائي ان هم يفورورد ترافيك معين. عايزين نمنع فيلان مثلا، نعدي فيلان، نعمل الكلام ده كله هنشوفها. بعد كده عندي اخر حاجه وهي الفيلان ترانك مونيتور اند ترابل شوتنج، ان انا اشوف اتابع الفيلان بتاعتي متاكد ان هي كريتد في الداتابيز والترانك بتاعتي شغاله، بتفورورد الفيلان بتاعتي. طب في حاله ترابل شوتنج مثلا، في هوست هنا كانت كوميونيكيت وذ انذر هوست في السويتش التاني، هنعمل ايه؟ هنشوف ايه قصه الترابل شوتنج، هشيك ايه؟ هتشيك ان الفيلان والترانك والقصه دي كلها هنشوفها مع بعض. تمام، تعال نشوف اول حاجه وهي الدي تي بي دايناميك ترانكينج بروتوكول. اول حاجه كان سيت ترانك بورت وذ اي اس ال او 802.1Q مانيوالي، ده اللي احنا عارفينها اهو كده. بدخل على البورت اقول له سويتش بورت مود ترانك، وسويتش بورت انكابسوليشن بتاعتك 2.1Q او اي اس ال. تمام، فبعملها الكوماند ده مانوال. قال لك بعد كده انت ممكن تستخدم الدي تي بي بتاعي، وهو بروتوكول انيبلد باي ديفولت على السويتش. يعني ايه الدي تي بي ده شغال على السويتش ده باي ديفولت او مشغله؟ يعمل ايه الدي تي بي ده؟ نيجوشيتنج ترانكينج، هيعمل نيجوشيشن هنا لايه؟ ترانك، هيراجل يقول له مثلا والله انا ترانك، فانا عايزك كمان تقوم معايا ايه، تبقى ترانك، والبروتوكول بتاعنا يبقى 802.1Q مثلا او اس ال. تمام، طيب فرضا الاثنين بيشتغلوا اي اس ال والاثنين بيشتغلوا 802.1Q، مين يعني مين يعني هشتغل منهم، ايهما افضل، اي اس ال ولا 802.1Q؟ لو احنا الاثنين بنسبورت نفس القصه، الاي اس ال از فورورد او فيفورد، هيعمل ايه؟ الاي اس ال هو اللي هيشتغل باي ديفولت. بس الاي اس ال خد بالك ان هو كان سيسكو بروبرايتري وليس مالتيبل فيندورز. الدي تي بي هو سيسكو بروبرايتري، بمعنى يعني هو واضحه جدا من الكلام بانه هيحدد الاي اس ال ان هو سيسكو بروبرايتري هو كمان. فبالتالي الكلام ده ما بيتمش الا ما بين سويتشين سيسكو بس. بعد كده قال لك ان دي تي بي نيجوشيشن، عمليه المفاوضات ما بين السويتشين ده همت اللي هم بيتكلموا مع بعض دول كده، اللي اتفقوا هيتكلموا مع مين هيبقى فيهم ترانك. المفاوضات دهيت ما بتتمش، هي بتتم اصلا عن طريق رساله، يعني هما بيبعتوا لبعض سيجنال زي كده ومسج، عامله زي الهيرو مسج كل 30 ثانيه، يقول مين يقول فيها للتاني ان هو ترانك. بنقول ان عمليه النيجوشيشن اللي هتتم ما بين السويتش الاولاني السويتش ده والسويتش ده مش هتتم الا لو هما الاثنين في نفس الفي تي بي دومين، لان عمليه النيجوشيشن اللي بيتفاوضوا فيها عن مين الترانكينج بروتوكول اللي هنشتغل بيه بتتبعت جوه الفي تي بي ادفرتايزمنت. فبالتالي لو ده في دومين وده في دومين تاني مش هقدر عملية النيجوشيشن تتم. طب الحل انك تعمل ايه؟ تخلي الاتنين دول في نفس الدومين، او انك تست الترانك دي تبقى مانوال خلاص. لو انت عايز تشتغل بالدي تي بي ما تقفلوش، تقفل الدي تي بي نيجوشيشن على البورت ده. تمام، ولازم تست البورت بتاع الكونفيجريشن مانوالي بتاعي. تمام، فهو بيقول لك ايه؟ الدي تي بي نيجوشيشن كانوت بي دان
between two switches on different VTB domain. If they in different domain, force trunk port to be established. لازم ادخل على البورت ده وتقول له انت ترانك بقى واقفل الدي تي بي نيجوشيشن بتاعتي. تمام، يبقى انها فورس على الفكره، وهبقى لازم اقفل المسج بتاعتي اللي هي بتبقى كل 30 ثانيه عشان ما يطلعليش ايه في تي بي دومين ميس ماتش. تمام، تعال نشوف بقى اللي هي الفيلان ترانك كونفيجريشن. يعني انا عندي السويتش ده كده اهو، وده بورت مع السويتش ده. تمام، وليكن ده فاست 0 على 1 في الاثنين يعني في السويتشين. فاول حاجه بخش اقول له ايه سويتش بورت، اخش على الانترفيس اهوت اقول له سويتش بورت، يعني ده يشتغل ايه لير 2. طب انا استخدمت الكوماند ده ليه؟ عشان لو انا مالتي لير سويتش مثلا بحول ويكون البورت بتاعي لير 3 فبحوله لير 2 بالكوماند ده. لكن ما علينا، اول كوماند هستخدمه اللي هو سويتش بورت ترانك، بعد كده اقول له الانكابسوليشن بتاعتي. يبقى بخش اقول له ايه سويتش بورت ترانك، انت البورت دوت هخش اقول له انترفيس فاست 0 على 1 سويتش بورت ترانك. طب الانكابسوليشن بتاعتك ايه؟ اي اس ال. يبقى انا بفورس السويتش بتاعي او البورت 0 على 1 نشتغل اي اس ال. طب دوت 1 كيو، يبقى انا بفورس البورت ونشتغل دوت 1 كيو. طب قلت له نيجوشيت، يعني ايه نيجوشيت؟ يعني تفاوض. يبقى هو هيقوم مشغل الدي تي بي واوتو نيجوشيشن ما بين الاثنين دول. تمام، يتفاوضوا على البروتوكول. لو الاثنين دول بيسبورت اي اس ال هيشتغلوا باي اس ال، لو واحد شغال ب 801 كيو والتاني بيسبورت اي اس ال و 801 كيو هيشتغلوا الاثنين 802 دوت 1 كيو. تمام، يبقى هي عمليه نيجوشيشن بحته، بحددها بكوماند ايه سويتش بورت ترانك انكابسوليشن. لما اجي حط انكابسوليشن اهو بفورس اي اس ال او فورس دوت 1 كيو او فورس النيجوشيشن. تمام، طيب بعد كده قصه النيتف فيلان. ايه هي النيتف فيلان؟ هي احنا قلناها المره اللي فاتت ان فرضا السويتش ده عنده فيلان 10 وفيلان 20، في واحد ان تاجد ترافيك، يعني الترافيك ده وصل للسويتش ومعلهوش اي فيلان. ده هي ده هيبعته على الترانك ولا مش هيبعته؟ طب لو بعته على الترانك هيسلمه الراجل ده بانهي فيلان؟ قال لك هيسلم الان تاجد فيلان، الان تاجد ترافيك ده اهوت على الترانك بورت حاجه اسمها نيتف فيلان. اكون انا مكونفيجر النيتف دي فيلان اصلا مسبقا، وهي باي ديفولت فيلان واحد، يعني النيتف فيلان بتاعتي باي ديفولت واحد. واتفقنا ان النيتف فيلان ديت مش سبورتد في الاي اس ال، الاي اس ال 801 كيو بس هو اللي بيسبورت النيتف فيلان. طيب ايه هو الكوماند سويتش بورت ترانك الاود فيلان؟ ما زلت لحد دلوقتي بعمل ايه سويتش بورت ترانك الاود، يعني الفيلانز اللي حضرتك هتسمح عليها انها تمشي في اللينكه دي. يعني انا مثلا عندي 10 و20، انت عايز تبعت ترافيك، عايز تمنع مثلا ترافيك فيلان 20، امنعه او تسمح له بالكوماند ده. يبقى انا قلت له سويتش بورت رانك فيلان مسطره، لو قلت له اول هي ايه اي فيلان عنده في الداتابيز هيعديها. طب لو قلت له مجموعه محدده، يبقى بدل ما تكتب اول تحط الليسته بتاعتك، انت عايز مثلا تسمح ل 20 وفي عندك 30، 10 بس مش عايز تبعت، فتقول له سويتش بورت ترانك الاود فيلان 10 كوما 30 مثلا، يبقى انا كده او سوري 20 و30، يبقى انا كده منعت مين؟ 10 مش هتعدي. تمام، او ان انا احدد لسته بعد كده وهقول لك منها اد او اكسبت او ريموف، هنشوف ايه هي الاوبشنز دي دلوقتي. تمام، يعني يكون مثلا عندي لسته تسمح ل 20 و30، ده في اول كوماند، او 40 مثلا و50. تمام، ده انا سمحت للفيلانز دي. طب جيت بعد كده انا عايز اشيل واحده منهم، هتقول لي لازم تعمل ايه؟ ده كان النورمال ان اقول له نو سويتش بورت ترانك الغي دول، اعمل كوماند بنو يلغي ده صح؟ نو يس باي نو هنا اهو، احط نو هنا وارجع اعمل تاني نفس الكوماند تاني واقول له الاود 20 و30 و50 بس، واشيل منها مين؟ 40، انا مش عايز اعدي. فقال لك انت ممكن تحط اقول حاجه حلوه قوي سويتش بورت ترانك الاود فيلان، وتقوم عامل ايه؟ ريموف. ماشي، يبقى بدل تشيل الاثنين دول كده تحط ريموف مسطره 40. هيقوم عامل ايه؟ هيقوم واخد الليسته دي كده اللي كانت معموله كونفيجر مسبقا، شايل منها 40 وعاملها ريكونفيجر مره تانيه. تمام، هنشوفها دلوقتي. طيب كذلك اد، لو انا عايز اضيف واحده او اكسبت ان انا استثني واحده. طيب سويتش بورت مود بقى ترانك، ايه هو الترانك؟ ايه هو الدايناميك؟ ايه هو الديزايربل؟ ايه هو الاوتو؟ يعني انا عندي حاجه اسمها دايناميك ديزايربل او دايناميك اوتو. ايه هو المود؟ هذا السويتش اهو، يعني دول على فكره دي مالهاش دعوه بالدي تي بي بقى، ده كده البورت بتاعي ان هو يقوم ترانك. بمعنى هذا السويتش اهو كده اللينكات دي اكسس، انا عارف ان البورت بتاعي بيبقى ديفولت ايه اكسس صح؟ طب البورت ده لما اتكلم على السويتش مش لازم يبقى ترانك؟ فقال لك ان الاثنين دول هيتفاوضوا مع بعض على مين يبقى ترانك. مين يبقى ترانك؟ مش بتكلم على البروتوكول، مين يبقى ترانك؟ انت بتتكلم في اثنين مود اللي هو الترانك والاكسس، فبالتالي دول لازم يبقوا ترانك. طب هما ازاي هيتكلموا مع بعض؟ فقال لك انا بقول ممكن اخد خلاص السويتش ده اقول سويتش بورت مود ترانك، وده الكوماند اللي احنا كلنا عارفينه سويتش بورت مود ترانك. يبقى انا بفورس ايه البورت دوت ان هو يشتغل ترانك. طيب طب ايه هي قصه الدايناميك بقى؟ هنشوف ايه هي قصه الدايناميك، هنشوف ايه هي الديزايربل، يعني ايه دايناميك ديزايربل او دايناميك اوتو. دايناميك ديزايربل زي ما هنشوفها دلوقتي، ان الدايناميك ديزايربل اللي انا عملت البورت ده دايناميك ديزايربل
dynamic variable يعني ان البورت في السويتش ده مثلا هيحاول trying to attempt to move the link to trunk. يعني ايه؟ هيحاول يقول اللي قدامه انا trunk، هتبقى trunk معايا ولا لا؟ تمام، فده يقول له اه ولا. تمام، يبقى ده الدايناميك ديزايربل ديزايربل. طب ايه هو الدايناميك اوتو؟ زي ما نشوفها يعني البورت ده، فرضا انا عملت البورت دوت دايناميك اوتو، فالبورت دوت ما بيعملش اتمب تو ديسكفر، لا هو بيستنى حد، بيستنى حد يجي يقول له ايه يشتغل معايا ترانك. تمام، يعني مثلا انا عامل ده دايناميك ديزايربل وعامل ده ايه دايناميك اوتو، يبقى في واحد هيتم تو ديسكفر والتاني هيوافق على الكلام. تمام، او عامل واحد افورس واحد ترانك والتاني اقول له دايناميك اوتو، صح؟ مش دايناميك اوتو كان بيستنى واحد يسال. فلو عملت ده ترانك ترانك كده، ده عملته فورس ترانك، يبقى اكيد ده هيقول له تعالى معايا ترانك، فبالتالي هيعمل. تمام، هنشوف الثلاثه مود دول مع بعض. تمام، تعالى ناخد اول كوماند دلوقتي، سويتش بورت ترانك انكابسوليشن، اللي هو مين ده؟ انا بقول له الانكابسوليشن بتاعتي بالتفصيل اهو، بقول له سويتش بورت ترانك انكابسوليشن، يا اما اي اس ال يا اما دوت 1 كيو يا اما نيجوشيت. لو انا قلت له اي اس ال يبقى انا بفورس الكلام ده يشتغل بالاي اس ال، لو قلت له 801 كيو يبقى هيبقى دوت 1 كيو، يفورس ان هو يشتغل 801 كيو. طبعا ما عندوش معنى للنيتف فيلان، فبالتالي كوماند نيتف فيلان هنا في الاي اس ال مش هيفيدني باي حاجه. يعني بعد كده نيجوشيت، كلمه نيجوشيت في الاخر ان هم يتفاوضوا مع بعض، بس مهم جدا عندي if both and support both types ISLA favor them. يبقى لو الاتنين شغالين بال ISL و 81 كيو هيشتغلوا بال ايه؟ بال ISL، والديفولت بتاعي هو النيجوشيت. يبقى الاتنين انا عندي سويتش هنا اهو كده هنا مع بعض، الاتنين بيشتغلوا مع بعض. اول ما يوصل لينك هنا هيتفقوا معانا البروتوكول باي ديفولت، وهيحددوا مثلا 801 كيو لو الاتنين ما عندهمش الا 802.1 كيو. تمام، يبقى هو الديفولت نيجوشيشن. طيب ايه تاني كوماند بتاعي؟ اللي هو الالاود فيلانز، او سيب الالاود فيلان دلوقتي. تعالى نجيب الترانك مود الاول، مهم جدا عندي الترانك مود، انا اقول له ايه سويتش بورت مود ترانك او دايناميك، او اللي هو دايناميك زيربل او دايناميك اوتو. نعم، من شويه مين بيحاول يجيب مين؟ تمام، زي ما الكتاب شارح قال لك انت لما ده على فكره دي كوبي من الكتاب، لكن جزئيه الكتاب فيها غلط على فكره، ده انا عامل له برنت سكرين من الكتاب. هنكتشف دلوقتي اولا هو ناقص معلومتين، اضافه ان انا عندي المعلومات الصح هنا اهيت، وهقول لك ايه هو الغلط. ما علينا، خلينا على بتاعت الكتاب. ماشي، قال لك ان انا بقول له اول حاجه اسمها ترانك، اللي هي او بقول له سويتش بورت مود ترانك، دي يعمل ايه؟ ذا سيتنج بليس سبورت ان بيرمننت ترانكينج مود. اهو كده، بص كده، لو انا قلت له سويتش بورت مود ترانك يبقى البورت دوت على طول اوتوماتيك هيتحول لايه؟ هيفضل دائما ترانكينج. تمام، بس لاحظ ان الترانك بتاعتي اتعملت، بس الدي تي بي مسج بتاعتي ما وقعتش. فاهم ازاي؟ يبقى ما زالت المسج بتاعت النيجوشيشن بتتبعت فين؟ في اللينك دي اهو. بص إيه كنت عايز اقول لك فين البورت في الترانك ده. تمام، انا عملت واحد ترانك، يعني عملت فورس للترانك ده عشان يشتغل معايا، لازم يحصل، لازم ده يكون ايه؟ دايناميك اوتو مثلا. تمام، طب يعني ايه هو الدايناميك اوتو؟ هنجيبه دلوقتي. قلت لك الدايناميك اوتو بيستنى ان حد يقول له لازم تبقى انت ايه؟ تشتغل معايا ترانك، لكن هو ما يحاولش يديسكفر الترانك بتاعته لوحده. تمام، طيب ايه هو الدايناميك ديزايربل بتاعي؟ ان البورت بتاعي اتمت تو ايه ديسكفر، او تو اتمت تو كونفرت اللينك بتاعتي اهو، يكونفرت اللينك ايه لترانك مود. يبقى هو بيقول لواحد قدامه ايه اسكس ذا فار اند سويتش تو برينج اب ا ترانك، ان هو الراجل دوت انا عملته دايناميك ديزايربل، بيروح يقول للراجل ده ايه انا بقيت ترانك تعالى معايا لازم ترانك. تمام، يبقى الدايناميك لو انا عملت واحد دايناميك ديزايربل والتاني ترانك، الاثنين برضه الترانك بتاعتي هتقوم. طب ايه هو الدايناميك اوتو؟ دايناميك اوتو ان انا فرضا عملت، نعمل اريز كده، كتبورت اهو كده، لو عملت الراجل ده دايناميك اوتو ترانك عمرها ما هتقوم. لو انا عملت الاثنين ده هم كده دايناميك اوتو، اللينكه دي عمرها ما هتقوم ترانك لوحدها، لازم واحد يفورس التاني، بمعنى ده كده مستني ان اللي قدامه يقول له تبقى ترانك. تمام، وده مستني التاني يقول له ايه ترانك. طب فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ده لا هيبقى ترانك ولا هيبقى ترانك، لكن عشان احلها لازم اعمل ايه؟ واحد دايناميك اوتو والتاني مثلا دايناميك ديزايرب، او واحد دايناميك اوتو والتاني فورس في الترانك مود. الكتاب قال لك هنا ان دايناميك ديزايربل هي الديفولت، لا غلط، الكتاب غلط، الديفولت بتاعي هو الدايناميك اوتو، بمعنى ان انا فعلا اول ما بحول، اول ما بحط لينكتين سويتش كده مفيش حاجه بتحول ترانك. لو انا زي ما الكتاب قال لو انا وصلت سويتشين مع بعض اكيد الاثنين هيبقوا ترانك لوحدهم اوتوماتيك، ده ما بيتمش، لو حضرتك جربتها في اللاب مش هتتم، فبالتالي الاثنين دول عمرهم ما هيبقوا ترانك، الاثنين بيبقوا دايناميك اوتو، ده بيستنى وده بيستنى.
اول ما تقول ده ترانك ده يقوم متحول اوتوماتيك ترانك على طول، او لو قلت ده دايناميك ديزايربل ده هيتحول ترانك مباشره. تمام، بتاثير طبعا نوتيك ان هو بيستنى حد يقول له. ده كده كان الكتاب، لكن عندي فيه المودز بتاعتي بقى. بص، ضيف على قصه سويتش بورت مود ديت غير الترانك والدايناميك ديزايربل والدايناميك اوتو، انا عندي خاص الاوتو اهي تمام كده، وعندي مين الديزايربل اهي، عندي بعد كده اون. الاون مود اللي هو الفورس لينك تو بيرمننت ترانكينج even if the neighbor doesn't agree، حتى لو النيبر بتاعي ما وافقش. دايناميك ديزايربل انا بسال اللي قدامي، لو وافق انه يبقى ترانك هتحول ترانك، لو ما وافقش مش هتحول. لكن لو قلت له سويتش بورت مود ترانك اون، قلت له ان انت اون بتاعتي في الاون مود، يبقى الراجل ده هيتحول ترانك. تمام، طب ايه هو الاوف فورس ان هو نون ترانك، حتى لو اللي قدامي يعني دايما انا هقفل ان انا عمري ما هبقى ترانك، فاهم ازاي؟ حتى لو حتى جه حد قال لي ان انا ايه حاول تبقى ترانك. طب ايه بقى هي قصه النون نيجوشيت؟ فورس ذا بورت بيرمننتلي ترانك، ان الراجل دوت هيبقى ايه ترانك برضه لو انا قلت نون نيجوشيت، بت نوت سند دي تي بي اللي هي الدايناميك ترانكينج بروتوكول فريمز. لاحظ انا قلت لك لو انت، طب انت قلت هو فورس ترانك ديت كانت زي مين؟ سويتش بورت مود ترانك صح؟ يعني هي لو انا قلت الكوماند ده كده سويتش بورت مود ترانك، كده انا بفورس السويتش ان هو يشتغل ايه ترانك. كذلك برضه سويتش بورت مود ترانك نون نيجوشيت، سويتش بورت نون نيجوشيت بتاعتي هيعمل ايه؟ هيخلي الراجل دوت ترانك برضه، يفورس سويتش ترانك بس نوت تو سند دي تي بي فريمز، مش هيبعت ايه قصه الدايناميك ترانكينج بروتوكول، ولازم احول النيبر بتاعي دوت اوتوماتيك، لان طبعا الدي تي بي مسج مش هتتحرك هنا. تمام، وده كان ريكومندد سيتنج لو انت الاثنين في في تي بي دومين مختلفين. تمام، في مشكله كده؟ يبقى طب الديفولت بتاعي ايه؟ دايناميك اوتو وليس دايناميك ديزايرابل زي ما الكتاب قال. تمام، دي تعديل بس على الكتاب حبينا نقوله. تمام، بعد كده عندي اللي هو سويتش بورت الاود، سويتش بورت ترانك الاود فيلان، لسه قايلينها من شويه. ايه هي الالاود فيلان؟ لو انا عندي فيلانز عايز اعديها من هنا، وليكن عندي 10 و20 و30 و40 و50. تمام، باي ديفولت الراجل ده بيجي يعدي الترافيك، بيعدي الترافيك بتاع الفيلانز دي صح؟ طب فرضا اهو انا عايز اعدي الفيلانز دي كلها، فتقوم قايل له سويتش بورت ترانك الاود فيلان اهو كده، سويتش بورت كوماند كده اهو كده مسطره اول، ماشي؟ ماليش دعوه بالجزئيه اللي في النص دي. طيب ليه؟ يبقى انت كده قلت له كل الداتابيز بتاعتك او اي فيلان موجود عندك في الداتابيز هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها فورورد. تمام، قلت هتعدي الترافيك بتاعها توديه لمين؟ للترانك. الكلام ده طبعا بعمله على زيرو على واحد، بقول له يا بورت هنا انت تعدي اي فيلان تعدي من عليك تيجي تخرج. تمام، طب لو انا عايز احدد لسته معينه اهو، اعمل له سويتش بورت ترانك الاود فيلان، بدل كلمه اول ده هيت احط مسطره واقول له وليكن 10 و20 و30 بس، يبقى هو كده هيعدي مين؟ ال 10 وال20 و30، يبقى انا ظبطت الكوماند لحد هنا بس، ماشي؟ طيب فرضا انا يبقى كده لو جه 40 على فكره يتكلم مع 40 في ترانك، في 40 هنا عمره ما هيعدي، مع ان دي ترانك ودي كل حاجه، بس هي اتعمل لها ايه؟ ريموف من الالاود فيلان على الترانك. تمام، طيب لو انا جيت عايز اضيف واحده على الاثنين دول على المجموعه 10 20 30، اكيد مش على فكره ليه حل، انك ممكن تعمل ايه؟ تقول له نو سويتش بورت ترانك الاود فيلان اول، سوري اللي هو الفيلان ليست، تقول له نو سويتش بورت ترانك الاود فيلان مسطره اللي هي ال 10 20 30 اللي انت كنت عملتها كونفيجر قبل كده، وترجع تقول له تاني من غير نو بقى، تقول له ايه سويتش بورت ترانك الاود فيلان، تحط ال 10 و20 و30 وال 40، يبقى انت عملت لسته جديده فيها ال 40، يبقى ده الحل. قال لك لا، ما انت بدل ما تقعد تعمل الكوماند دي كده وهتبقى القصه كبرت معاك، نفس الكوماند بالظبط، بدل ما تعمل نو وترجع تاني تقول له سويتش بورت ترانك الاود فيلان، وتقوم قايل له ايه اد مسطره اد ايه؟ اد 40، يبقى هو هيقوم جايب الليست ال 10 و20 و30 اللي انا عملتها اول مره وضيف عليها مين؟ 40. تمام، طب انا عايز اشيل واحد منهم من ريموف، بدل كلمه اد ريموف مثلا 20 منها مثلا، يبقى انا هشيلها من الليست اللي كانت معموله لكم فيجر قبل كده. طب اكسبت اهو all VLANs will be allowed except for the VLAN number listed. This is a shortcut to keep from typing a long list. يبقى انا هعمل ايه؟ بدل ما اكتب لسته كبيره هقول استثني دول منهم باد باد باكسبت ايه؟ واطبق عليه الاد او ريموف بتاعتي. تمام؟ يبقى انت بتستثني ناس اهو، shortcut to keep from typing a long list of numbers، يعني بدل ما تكتب عدد كبير. تمام؟ ده كان اللي هو معظم الكوماندز بتاعتي. إيه لما عاوز اعمل اشيك الترانك بتاعتي او المشكله بتاعتي، وليكن السويتش هو كده ولا سويتش هنا، عايز اشوف الفيلانز على الداتابيز هنا، اقول له ايه؟ شو كوماند اسمه شو فيلان. تمام، هيطلع لي كل الفيلان داتابيز
اشوف كل فيلان بالبورتس اللي فيها. طب عايز اشوف سيتنج بتاعت فيلان واحده، هقول له شو فيلان اي دي، عشان يشوف فيلان اي دي مصدره رقم الفيلان بتاعتي. تمام. طب انا عايز اشوف الانترفيس الترانك، هقول له على الانترفيس ده. عايز اشوف مين الترانك، هقول له شو انترفيس ترانك، شو انترفيس ترانك، هيعمل اهدار كل السويتش، كل الانترفيس اللي شغاله ترانك. طب انا عايز اشوف اعدادات انترفيس من ضمن انترفيس ترانك، هقول له شو انترفيس وليكن فاست 0 على 1 ترانك. تمام. طب عايز اشوف اعدادات الانترفيس الاكسس، اقول له انترفيس سويتش او هو ترانك برضو، يعني اقول له ارين اعدادات اللير 2، اللير 2 ايه كونفيجريشن، سواء كانت اكسس او ترانك، اقول له شو انترفيس، واقول له الانترفيس بتاعتي لو فاست 0 1 مثلا ترانك. تمام. طب عايز اشوف السيتنج بتاعت الدايناميك ترانكينج بروتوكول بتاعتي، شو دي تي بي، وتقول له الانترفيس بتاعك، او تقول له شو دي تي بي، هيطلع لي الديتيلز بتاعتي. تمام. ده كده كان الشابتر نظريا يعني. تعالى نشوف مع بعض سوري اللاب ده على باكيت تريسر، نطبق الكلام ده ونشوف السيناريو. تمام. انا عندي هنا فيلان 10 على السويتش وفيلان 20، وهنا فيلان 10 وفيلان 20 مثلا. تمام. هنعمل ايه؟ تعالى ندخل كل بورت في الفيلان بتاعته، دي على 2 وده دي على 3. الراجل اللي فوق اهو كده هنعمل له ايه؟ انيبل كونفيجر كونف تي. انا مكريت فيلان 10 وفيلان 20، فاقول له ايه؟ انترفيس اهو فاست كام؟ 0 على 2. سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 10. تمام. اكزيت، خش على انترفيس فاست 0 على 3. سويتش بورت مود اكسس، سويتش بورت اكسس فيلان 20. تمام. سيب الترانك دلوقتي، انا ما عملتوش خالص، انا مش هقرب للترانك حالا خالص، حاليا خالص. الراجل ده هنا برضو نعمل له برضو ده كده، هيبقى 0 على 2 اللي فوق. enable configure terminal interface fast 0 على 2 switch port mode access switch port access vlan 10 exit interface fast 0 على 3 switch port mode access switch port access vlan 10. تمام. يبقى حضرتك الراجل ده فيلان 10، الراجل ده فيلان 20. لو جيت ابنج من الراجل ده للراجل ده، هيبنج ولا مش هيبنج؟ تعالى كده نجرب. بينج على 10.0.0.3، هقول له بينج اهو 10.0.0.3. استنى بس، نستنى السبيلنج تري ما زال البينج ايه ما بيجيبش. تمام. ليه؟ لان على فكره انا السويتشين دول المفروض لما يجوا يكلموا بعض، يكلموا بعض ايه؟ بالترانكينج بروتوكول، صح؟ ده فاست على فكره 0 على 1 و0 على 1، عشان اثبت لك ان هما الاثنين كتب كان كاتب غلط، الاثنين دايناميك اوتو، بدليل ان اهو كده. بص شو هكتب كمان شو انترفيسز ترانك، هل في تراكنج، هل في انترفيس ترانك عندك؟ مع ان 0 على 1 بيسويتش على 0 على 1 اهو. يبقى لو كان الديفولت تايب بتاعي او ديفولت مود بتاعي كان دايناميك ديزايربل، كانت اللينكه دي قامت ترانك اوتوماتيك. لكن تعالى لما اجي احولها انا بقى كده بالكوماند بتاعي، هقول له كونف تي، اقول له انترفيس اهو فاست 0 على 1. تمام. هقول له سويتش بورت ماشي ترانك، ماشي سويتش بورت ترانك انكابسوليشن، سويتش بورت ترانك انكابسوليشن، بكتب غلط ولا ايه؟ او سوري سويتش بورت، انا كنت احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين سويتش بورت سوري مود، احنا عايزين نحط المود بتاعنا ايه؟ ترانك، صح؟ يعني كده هحولها فورس الانترفيس بتاعي ترانك. طب انا كنت عايزه مثلا دايناميك ديزايربل مثلا، هو مايل لهوت دايناميك اهو، اقول له دايناميك ماشي، عايزه اوت ولا ديزايربل؟ سي مثلا عايزه ديزايربل. تمام. يبقى انا خليت الراجل ده سويتش بورت دايناميك ديزايربل 0 على 1 اصبح ديزايربل. تعال نشوف الراجل ده بقى ترانك ولا مش ترانك. لاحظ لو انا قمت عامل كده اند شو انترفيسز ترانك، بص كده 0 على 1 ايه؟ تحول ترانك، المود اسمه ايه؟ اوت. تمام. وان هو 802 كيو، الانكابسيشن ده 802 كيو نيجوشيشن، على فكره ان الديفولت مود بتاعهم هم نيجوشيشن و 802 كيو، وهو ايه؟ ترانكينج. تمام. إيه ما علينا، انا عملت كده ايه؟ الاثنين اتحول ترانك. تمام. عارف لو انا جيت قلت الراجل ده كده نفس الكوماند بس دايناميك اوتو ماشي، هتلاقي ان هو ايه؟ اصبح ما فيش انترفيس ترانك خالص، هتلاقي ان اللينك دي تعال نقوله كده ترانك الواحد، صح؟ ليه؟ لان الدايناميك الاثنين اصبحوا دايناميك اوتو، فالاثنين مستنيين ايه؟ يتكلموا بعض، صح؟ هنقول له كونف تي كده نحول ده دايناميك ديزايربل، اقول له انترفيس اهو فاست 0 على 1، اقول له سويتش بورت مود ترانك دايناميك، سوري سويتش بورت
ترانج ودايناميك. دايناميك ايه؟ اوتو سوري ديزايربل، ده هيبقى ديزايربل اهو كده. لو رحت هناك هلاقي ان الراجل ده اصبح ترانك هنا اهو كمان اهو. انتر كده اند شو انترفيسز ترانك، لاحظ ان دي واحد اصبح ايه ترانك معاهم اهو. تمام كونف دي انترفيس فاست دي على واحد. بص كده انا عملت ايه، تعال نحول ده دايناميك اوتو تاني دايناميك اوتو اهو. تمام بص دو شو انترفيس ترانك، ما عنديش ترانك اهو صح، سوري مفيش ترانك اهو خلاص. تمام ترانك اتشالت، تعالى على السويتش ده كده، تعالى نقول له برضه دو شو انترفيسز ترانك، مفيش ترانكات خلاص اهو. تمام عارف هعمل ايه، هخلي ده سويتش بورت مود ترانك، هفورس ان ده ترانك. تمام هروح هناك الاقي ان الراجل اصبح ترانك، لان هناك ده معمول دايناميك اوتو صح، فبالتالي كده تعالى دو شو انترفيس ترانك اهو بقى اصبح تحول ايه لاوتو. تمام لكن ده بص هنا مكتوب ايه، يعني هقول له هنا نفس الكوماند برضه، لاحظ هنا ايه اصبحت المود بتاعي اون، مفيش بقى نيجوشيشن، انا عامل فورس لمين للبروتوكول بتاعي عشان ايه يبقى ترانكينج. لكن لاحظ ان الايه الدي تي بي مسج بتتبعت، يعني هو انا عملت فورس للترانك والدي تي بي مسج بتاعتي بتتبعت. طب انا عايز الغي الدي تي بي مسج اللي هي كل 30 ثانيه ديت، تبقى السويتش بورد نون نيجوشيت بس خلاص. تمام كده ما عادش هيتفاوض بايه بالنون نيجوشيت مسج خالص مع السويتش دي. تمام يبقى احنا كده جربنا ايه المود بتاعت الترانك دي، مهمه جدا لان عليها سؤال في الامتحان. تمام تعال بقى نشوف الكوماند بتاعنا تاني كده. عندي كوماند اهو بيقول ايه ان انا عندي فاست شو انترفيس ترانك، بيعمل ايه بيوري او لو شو انترفيس ترانك، انا عاملها بس دو عشان انا واقف جوه الانترفيس مود، فبقال لي ايه ان فاست 0 على 1 شغال المود بتاعنا اون. المود بتاعي ايه اون، اللي هو يعني فورس السويتش البورت بتاعي ان هو يبقى ترانك، والبروتوكول شغلته نوت 1 كيو والدي تي بي مسج مفيش نون، يعني هي نون نيجوشيتنج. وبعد كده ان هو الستيتس بتاعتي ان هو ترانكينج، النيتف فيلان باي ديفولت واحد اهي. بص كده اللاود فيلان بتاعتي في بورت فاست 0 على 1 بيسمح من 1 لحد 1005 ان كل الفيلانز اللي موجوده عنده، ده الديفولت. قال لك على 0 على 1 بقى اللي حاليا بيعمل لها في الدومين بتاعنا ايه في الفي تي بي اللي هو موجود نال اصلا باي ديفولت، بيسمح لواحد و10 و20 فعلا ان هم مين اللي موجودين في الداتابيس بتاعتي هنا. تمام طيب بعد كده قال لك ان انا بعمل ايه فيلان سبانينج تري، السبانينج مين اللي بيشارك في السبانينج تري بتاعتي معمول لها اهي، ما علينا سيبنا من قصه السبانينج تري. لو جينا نعمل بنج بقى دلوقتي كده، طب بنج على 10 0 0 3 بيبنج اهو. تمام لانه عارف نفس الفيلان واصبح الترافيك بتاعه بيمشي على الترانك، لكن لو جيت ابنج على 4 مش هيبنج. تمام لانه فيلان مختلفه. طيب تعالى عايزين نجرب بقى قصه اللي هي اللاود فيلان عشان نختم الشابتر بتاعنا. انا في سويتش واحد سويتش 0 اللي هو الاولاني ده، عايز اعمل ايه، هقوم جاي هنا وعايز الراجل دوت ما يعديش الترافيك بتاع فيلان 10. احنا جربنا ان فيلان 10 بيتكلم فيلان 10. دلوقتي عايزين نجرب ايه، نعمل الاوت فيلان بتاعتنا. احنا شفنا ان جهاز 10 بيكلم جهاز فيلان 10 بيكلم جهاز في فيلان 10. تمام عايزين نجرب نمنع الكلام ده بايه، بسويتش بورت الاوت فيلان. هنعملها ازاي، هقوم قايل له كده سويتش بورت ترانك allowed فيلان، انا عايز اسمح مثلا الفيلان 1 و20 بس، 10 ما يتكلموش على الترانك. تمام لو جه 10 دلوقتي يجي بينج دلوقتي، تعال نجرب نخليه بينج كده، سوري مش 10 معلش على 4 على 3، لاحظ ان 10 0 3 مش عارف يكلمه صح مع انه معاه في نفس الفيلان 10. ليه؟ لان الترافيك بتاعي السويتش دوت وقع الترافيك بتاع فيلان 10. تمام طب اعرفها منين، اقول له دو شو انترفيس ترانك، لاحظ كان 0 على 1 دوت قال لك انا بعدي مين 21 بس، فبالتالي فيلان 10 وقع، فبالتالي كده مش هيقدر يتكلم. ده جزئيه في الترابل شوتنج، ان انا هيجي لك سؤال في تراك الترابل شوتنج ان شاء الله تيكت، هي ده نفس السيناريو بتاعها، ان انت الراجل ده مش عارف يكلم هوست تاني، وبالتالي كانت السيناريو ان هو معمول له ايه، مش معمول لها اللاود على اللاود على الفيلان بتاعتي على الترانك. تمام طيب انا عايز اضيفها 10 بقى كده، مش لازم اعمل يعني عشان اضيفها لازم اقوم اعمل كده نو ماشي، وارجع اقول له نفس الكوماند التاني واحط فيه 10، فبالتالي لازم اعمل هعمل ايه، هقوم قايل له كده اهوت allowed فيلان اد ماشي، فيلان مين بقى هضيف 10، ضفت 10 على الليست. تعالى نعمل شو تاني كده، بص اصبح ايه ضفتها هي بكوماند مره واحده، الراجل ده لو جه بينج البينج راح ولا ما راحش. تمام طيب انا كده قدرت اعمل ايه القصه دي بتاعتي
بسهولة جدا ومفيهاش أي صعوبة. تمام، ده كده كان اللي هو الشابتر بتاعنا. تعال نشوف آخر حاجة. شفنا تعال نعمل كوماند شو فيلان اي دي مش سبورتد في الباك تريسر. تعال نعمل له شو انترفيس ترانك. تمام، شو انترفيس معين يعني كده، اند اقول له شو انترفيس فاست جي على واحد ترانك، سوري شو انترفيس ترانك ترانك فاست جي على واحد، شو انترفيس ترانك فاست مش سبورتد في ال في ال في الباكت تريسر. لو عملتها جي ان اس هتجيبها، لكن احنا جربناها قبل كده كتير. شو دي تي بي طبعا لو انت قلت له شو دي تي بي اعتقد الباكت تريسر بيسبورت الكلام ده. قلت له شو دي تي بي فقال لي ايه؟ قال لي انت عندك ده معلومات عن الدي تي بي عامه، لكن بنوع بيسند كل 300 ثانيه والتايم اوت 300 ثانيه ومفيش انترفيسز بتشارك دلوقتي في دي تي بي. ليه؟ هتقول لا ما انا شغال دلوقتي بشارك في الدي تي بي. لا ما انا عملته الراجل ده ايه في المود غلط مش مع الراجل دوت، انا عملت راجل نانو جيشيس مسج، فبتلقى ان الترانكينج بتاعتي مش شغاله لان انا عم فورس واحد والتاني لازم يجبره قدامه. تمام، وقفلنا النيجوشيشن مسج، فبالتالي هو عشان كده قال لي زيرو انترفيسز بتشارك في الدي تي بي. تمام، اتمنى ان اكون قدرت افيدكم بالفيديو ده، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.